رب. اخوتي بقى الله يخرب بيتك، الله يخرب. ايه السويت ده؟ في ايه؟ في ايه؟ غريبة، أنا بقالي ساعة بسمع السويت ده، تقريباً في واحدة بتولد جوه. أه والله العظيم، الدكتور داوود قلت له عايز مرهم، دخل المخزن عشان يجيب لي المرهم، معرفش، فجأة لقيت السويت ده، تقريباً في واحدة بتولد أكيد. ربنا ينتهك بالسلامة يا مدام، ربنا ينتهك بالسلامة، عجيبة جداً. يا دكتور داوود، مش محتاج مية سخنة؟ تشفى أو أي حاجة، تساعد والله. السلام عليكم يا ست منال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اموري يا اختي، عايزه صراحه كده انا قضيت وجبت اخري وجايه اشتكي لك بقى. ليه مالك؟ حد عمل لك حاجه؟ لا ما حدش عمل لي حاجه، بس القرده بتاعت الاستاذ دي شطلعت عيني. طلعت عينك ده ايه؟ دي قاعده فوق السطوح، هي كانت قاعده فوق راسك. هم دول ينفع معاهم سطوح ولا سجن؟ امال اسمهم قرود ليه بقى؟ طب عايزه ايه يعني؟ مش عايزه تسربيها ولا حاجه؟ اسربها؟ اه سربيها. يا محترم، يعني ايه ادخل صيدليه ماليش فيها اي حد؟ ده دليل. والله يا دكتور عبد الرحمن انا سايب دمرداش، انا ما اعرفش راح دمرداش تاني ازاي؟ ابتدى لازم يمشي. لا يا دكتور تمشي دمرداش ليه؟ ده ممتاز جدا والله. ممتاز ايه بس يا داوود؟ ده ضعيف جدا وشكله بتاع مشاكل. بص يا دكتور، انا عارف ان هو يبان ان هو فهمه بطيء شويه، بس انا وعدك ان هو هيتحسن، وصدقني مش هيكرر الغلطه دي تاني. انا هكلمه وهخليه يعتذر لك. انا بس عايز اتكلم معاك في حاجه اهم بكتير. خير؟ قول. بص يا دكتور، انا عندي فكره كده للصيدليه اونلاين. يعني ايه؟ يعني احنا هنوصل الدواء لكل مكان في مصر، الناس هتنزل ابلكيشن وفي شركه طلبات هتوصل الادويه دي للي عايزها. دي فكره حلوه قوي. طب انت محتاج ايه عشان تنفذها؟ والله دكتور محتاج فلوس عشان اقوم الابلكيشن، وفلوس تانية كمان عشان اصرف على الدعايه والاعلانات. مفيش مشكله، اعمل لي انت بس دراسه جدوى وقول لي. انت عارف انا بحبك قد ايه يا داوود، انت زي ابني، انا سايب لك الصيدليه من وانت في الجامعه. والله دكتور عشان كده بحب المكان وعايز اطول. ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه ده؟ هو في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ ده دكتور عبد الرحمن، دكتور محترم. ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ اه الموضوع بالراحه كده، بالراحه. استاذه سومه خير يا فندم؟ انا مش استاذه يا عينيا، والخير ده مش هتشوفوه هنا لو ما جبتليش الزفت اللي كسر فيا الحقنه. دي مرداش، شفت؟ مش قلت لك يا داوود ده فاشل وما بيفهمش حاجه بتاع مشاكل؟ ممكن افهم يا خالو ايه اللي انت حببته في الصيدليه ده؟ ايه حببت ايه؟ ازازة المحلول اتزحلقت من ايدي وقعت ضربات الصيدلية، ده كل اللي حصل. يا خالو انت عارف كويس انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على اللي انت عملته مع سومة الرقاصة. سومة مش غلطتها انا، غلطتها هي اللي اتوترت فوترت ايدي فوترت الحقنة فحصل اللي حصل، انا ما عملتش حاجة. كفاية هزار بقى، كفاية هزار. اللي انت عملته مع سومة ده خلاها مستعد انها تعلقك على باب الصيدلية. يا داوود انا ما عملتش حاجة، وبعدين انت مش قلت لي اربع ارباع واختار الربع اللي انا عايزه؟ خلو انا خايف عليك، انا خايف عليك اللي انت عملته ده ممكن يحبسك. ولا هيحبسني ولا حاجة، هي بس ديتها كمادات وهتبقى زي الفل واخر حلاوة يعني. طب والمشكلة اللي انت حطيتني فيها قدام دكتور عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ايه ماله؟ انا ما اديتوش حقنة. حرام عليك، حرام عليك، ده انا كنت ما صدقته خلاص هيقتنع بفكرة الابلكيشن وهيديني الفلوس. حرام عليك يا خالو، ده الراجل بيتكلم ان هو ممكن يمشيني من الصيدلية. ايه ده؟ ايه ده بس يا داوود؟ يجي التحويل واعمل لك احسن صيدليه فيك يا مصر. هو انت لسه مصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا خالو مفيش حاجه هتحصل ولا في فلوس هتوصل. يا خالو حرام عليك، فوق بقى من الوهم اللي انت فيه ده. انا مش هبقى زيك، انا مش هوصل لسن ال 40 قاعد على الكرة مستني حاجه مش هتحصل. انا لو اعتمدت عليك هضيع شغلي وهضيع مستقبلي. من فضلك يا خالو ممكن ما تساعدنيش تاني؟ ممكن؟ يا داوود افهمني بس. ما انا فاهمك ولا افهمني. فوق بقى يا خالو من الوهم اللي انت فيه، بطل هزار شويه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.